السلام عليكم، ألتقي بكم مجددا مع تتمة درس هندسة بعض الجزيئات. هو درس بطبيعة الحال مخصص للسنة الأولى من التعليم الثانوي ترامبوما. إذا هنا وصلنا لبارتي ديال تمثيل لويس لبعض الجزيئات. حتى نحاول في هذا التدخل الإجابة على بعض الأسئلة، مثلا علاش كنلقاو اش تي اي وما كنلقاوش اش سي ان 3 ولا اش 2 سي ان 3؟ يعني شنو هما الشروط اللي كيطلبوا باش تكونوا هذه الجزيئه بالضبط بحالكم؟ طبيعه الحال كاين شي شروط خاص يكون يضبطها مزيان، هاد تكون توفر عليها هاد الذرات باش انهم يحاولوا يرتبطوا بالضبط بعضياتهم وما يكونوش يتخلطوا من اش سي ال او ولا بحالكم. اذا هذا هو الهدف ديال هذا الدرس بطبيعه الحال. اذا هنا الطريقه كالتالي، كيفاش غادي يكون التمثيل ديالو؟ يعني غادي نشوف، لاحظوا هنا بالنسبه للكلور، اول حاجه ديما كنطلقوا منه هي الكلور. اول حاجه النمبر دي زيلكترون كان عنده هنايا، عنده هنايا 17 الكترون، لاحظتوا هنايا. اذا هنايا النمبر ديال البروتون يقال النمبر ديال الالكترون بالنسبه لي زاتوم. اذا هنا عنده لا نشوفوا لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديالو. اذا هنا عنده الكوش الاولى 2 الكترون ياك، الكوش الثانيه كاينه 8 ديال الالكترون، يعني لا سون 10، بقاو 7 ديال الالكترون ك ال ام 7 ديال الالكترون. يعني كما هضرنا في الدرس اللي قبل منه، هضرنا على القاعده الثمانيه والقاعده الثنائيه. هنا لاحظوا هنا عنده 7 ديال الالكترون في لاكوش اكستيرن، ديما كنهضروا غير على لاكوش اكستيرن. اذا هنا بطبيعه الحال كيخصو واحد ان سول الكترون باش انه يكمل ديك 8 ديال الالكترون اللي بقات بحالكم. اذا مباشره خاصو غيدير لنا ليزم واحد اللي يقدر يدير كلور، صافقين؟ اذا هنا نشوفوا لو كان ديال الهيدروجين. هنايا الهيدروجين عنده ان سول الكترون، اذا هنا لاكوش اللي عنده نكا عنده فيها ان سول الكترون. اذا هنا معروفه الكترون واحد هو اللي يقدر اللي عنده اذا قدر يدير به واحد غولاسيون بحالكم. اذا هنا الهدف ديالنا غادي نمشيو دابا غنصوبوا الازواج الرابطه، يعني ديك لا ليزون اللي كتكون باش كتصوب لنا واحد لا موليكيول ديال بحالكم. اذا نشوفوا الازواج الرابطه والازواج غير الرابطه. اشنو كنعني بزوج رابط وزوج غير رابط؟ لي دوبلي ليون اي لي دوبلي نون ليون. لاحظوا هنايا بالنسبه لهنا الكلور كنديروا لهنا، لاحظوا هنا. اذا عنده شحال عنده؟ قلنا عنده 7 ديال لي زيليكترون في لاكوش اكستيرن. اذا كنبداو هنا واحد، هنا جوج، هنا ثلاثه، هنا اربعه، هنا خمسه، هنا سته. لاحظتوا هنايا؟ اذا هنا واحد، هنا اربعه، هنايا صافي. اذا هنا جوج، اربعه، سته، اذا 7 ديال لي زيليكترون هنايا. اذا بقى كاين هاد الالكترون خاصو ان سول الكترون. الهيدروجين هنا نحطو وحده هنا، هنا عنده ان سول الكترون اللي عنده هنايا ونحطو هنا. اذا كيبان لك هنا عنده ان سول الكترون، وهذا عنده هذا خاصو الكترون، وهذا الفصل ديال داك الالكترون اللي عنده هنا. اذا غتكون لنا واحد الرابطه اللي غتكون لنا هنا، حاجه طبيعيه غتكون لنا هنا واحد الرابطه هنا، هذا غيدير واحد ليزو مع هذا هنا. اذا تكونت واحد ليزو بحال هكاك. وبالنسبه لهاد الجوج هادو اللي كاينين هنايا غيتسماو ازواج هادو غير الرابطه. هادو واحد دوبلي هنا، هذا دوبلي هنا، هادو دوبلي هنا. اذا هادو كنقولوا لهم ازواج غير رابطه هنا، يعني ازواج غير رابطه يعني كما داروش الى ديليزون هنايا. اذا هنا هادو ازواج غير رابطه، هذا وهذا وهذا، تخوا دوبلي نوليون. هادو تخوا دوبلي نوليون، يعني ما داروش نهائيا حتى شي علاقه مع دوطخ اطوم بحال هكا. اذا بقاو هنا محطوطين هنايا. اذا هنا هادي هنا هذا هو الدوبلي ليون، هذا هذا زوج رابط، زوج رابط. لاحظتي الامور كيفاش دايره؟ هذا هو لويس كيقول لك، هذا هو التمثيل ديال لويس في الكيمياء بحال هكا. اذا تيقول لا موليكي ديال اش تي ال كتكون بهذه الطريقه بحال هكا. كاين هذا خاصو ان سول الكترون، فوالا هنا هنا خاصو الكترون عنده هذا الفاسيدي داك الالكترون، كتكون لنا هاد لو دوبلي ليون، هادو كيبقاو عندنا هنا، هادي هي الطريقة اللي كيهضر عليها على لويس. إذا هنا نديرو موليكيل واحدة أخرى باش تكون الأمور واضحة شوية. إذا المثال التاني نهضرو عليه هو السي أو دو. إذا المثال التاني ونهضرو على لا موليكيل ديال سي أو دو. ديما نفس الطريقة كنبداو من الكا ديال، لاحظوا هنايا الكربون،
اش عنده هنايا؟ عنده 6 6 ديال لي زيليكترون، يعني عندهم بيبداو كار 2 ان 4 لاحظتوا هنايا. اذا عنده 4 ديال لي زيليكترون باش يكون واحد لو ريسبي ديال لا ريغل ديال ديال لوكتي غابقى على 8. اذا هنا خاصو يدير 4 ليزون، خاصو 4 ديال لي زيليكترون باش يكمل 8 ديال لي زيليكترون بحال هكا. اذا هذا خاصو 4 ديال لي زيليكترون بحال هكا. اذا شدوا الكربون حطوه هنا، اش غنديروا هنا؟ عنده 4 ديال لي زيليكترون، عنده الكترون هنا الكترون هنا الكترون هنا الكترون، 4 ديال لي زيليكترون. اذا انا قبل نعرف راسي انهم غيكونوا 4 ديال لي زيليكترون، هذا خاصو الكترون، هذا خاصو الكترون، هذا خاصو الكترون باش يكونوا. اذا 100% غيكونوا 4 دوبلي. نشوفوا لو كا ديال الاكسجين، الاكسجين هنا اشنو عنده هنايا؟ عنده 8 ديال لي زيليكترون، يعني كا 2 ان 6. كيبان لينا ان الاكسجين خاصو غير 2 زيليكترون باش يكمل 8 ديال لي زيليكترون. اذا الاكسجين هنا لاحظوا هنا، اذا الاكسجين شحال نبداو ليه هنا؟ نبداو ليه بحال هكا هنا، خاصو 2 زيليكترون. اذا شحال عنده؟ 6. نحسبو 6، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. كيبان لينا من هاد الشيء اللي درنا كنديرو فيه بحال هكا، أن هنا هادو يكون دو دوبلي نوليون غيكون بحال هكا، هادو بحال هكا. إذا هادو اللي غيبداو يشاركو، متفقين؟ نمسحو هاد لابارتي باش نكملو هنا. إذا لاحظنا عندنا كربون و دوز اوكسيجين، إذا هنا نحطو الكربون هنا، نحطو الأكسجين هنا، نحطو الأكسجين هنا. الكربون هنا جبنا هنا، شحال لاحظو هنا؟ هنا هنا، الأكسجين شحال عندو؟ دو دوبلي، دو دوبلي، هنا، إذا بقات هنا وحدة هنا، بقات هنا وحدة هنا، لاحظنا هنا، دو ميم بوغ هذا، هنا، هنا، بقات هنا وحدة هنا، بقات هنا وحدة هنا، أش كيبان لينا هنايا؟ إذا هنا نبداو نصوبو دابا هذا هادو، هادو لي دوبلي نسميهم هادو، هادو أزواج، أزواج غير رابطة، هادا تا هما أزواج غير رابطة، هادا أزواج غير رابطة. دابا نبداو نصوبو لي ميزو باش نصوبو هاد سي أو دو. إذا هنا مباشرة كيبان ليكم هنا هاد الالكترون غادي يدير مع هاد الالكترون، وهاد الالكترون غادي يدير مع هذا، هذا غيدير مع هذا، وهذا غيدير مع هذا، متفقين؟ إذا هنا لي ليزون اللي غيتكون لنا، هذا غيدير بحال هكا، هذا غيدير هنا، هذا غيمشي على هذا، هذا غيمشي مع هذا، سو كيفي غادي تكون لنا هذا اللي غيتكون، غيتكون لنا هالشكل، وغيبقى لنا هنايا. متفقين؟ إذا هنا مباشرة هاد لي ليزون حطينا قاعدينهم هنا قلنا بحال هكا، وصوبنا راه الموليكيل ديال السي أو دو كتكون هاد بحال هكا. إذا لا فورم عندها فورم لينيار اللي كتشوف بحال هكا، عنده هنا دي دوبلي نوليون، هذا عنده جوج هذا جوج، هذا ما عنده حتى شي دوبلي نوليون، عنده ربعة ديال لي دوبلي هنايا، سون توس دي لوبلي دي دوبلي ليون هنايا، أزواج هادو رابطة، هادو هنا أزواج رابطة. واش غير رابطة؟ رابطة صديق راه كدير ليزون أخرى ما كديرش ليزون، متفقين؟ إذا هنا نديرو واحد ليكزومبل آخر باش الأمور تكون واضحة شوية، هو المثال ديال سي أشرف. سي أشرف دابا غادي نصرعو شوية، هنا عندو، لاحظو هنا الكربون، إذا هنا مباشرة هنا شحال عندو قلنا؟ قلنا عندو الكربون شحال قلنا؟ قلنا عندو 6 ديال لي زيليكترون، إذا بقات لينا 4 ديال لي زيليكترون، هنا سالينا، الهيدروجين عندو أن سول إلكترون، هو يحطو هنا، شحال من إلكترون عندنا؟ 4 ديال الهيدروجينات، إذا هنا، 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 هادي درنا فائت ما أمور بدات كتوضح. مابقاش فيها إشكال، مباشرة نبداو لي هذا عنده أن سول إلكترون، هذا إلكترون، هذا عنده 4 ديال إلكترون في لاكوش إكسترن، هي اللي كنهضرو عليها، إذا مباشرة نبداو نصوبو لي ليزون، نديرو هنا، 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 أمور واضحة ما فيه حتى شي إشكال، سي أش كاطخ هكاك،
اذا هنا ندوزو للامونياك. NH3 امونياك. اذا هنا الامونياك نشوفو الازون، انا عندو هنا K2 عندو لي زون عندو 5 عندو 7 ديال الالكترون، 7 ديال الالكترون بحال الكوك هنا عندو هنا كنشوفو لاكوش اكستيرن 5، اذا خاصو 3 الكترون، اذا خاصو 3 الكترون هنايا اللي خاصو. اذا هنا اش غادي نديرو هنا مباشرة نبداو عاوتاني هنا نحطو هنايا ان هو اللون نحطو هنا نشوفو هنا 1 2 3 4 5. اذا هنا كما كتشوفو هنايا لاحظتو هنايا اذا دوبلي هذا هنا وبقات هنا بلاصيون هنا وحده هنا وحده هنا وحده هنا. اذا هنا نحطو الهيدروجين نحطو ليه وحده هنا نحطو ليه وحده هنا نحطو ليه وحده هنا فقط. اذا هنا نديرو ليه هنايا بدا هنايا مزيان كاع باش نسهل الامور هنايا هذا هنا هذا هنا. اذا نفس الطريقه غادي نكونينا بحال هكا، هذا غادي يدير بلاصيون هنا هذا هنا هذا هنا غادي يدير هنا صافين. اذا هنا هذا هو الان اش 3 كيفاش كيتصاوب بحال هكا. اذا هنا هذا زوج غير رابط، هذا هو ازواج رابط هنا. هذا فيما يخص سمتي لويس، هذا باختصار شديد هذا بحال هكا، ما بغيناش نمشيو التعقيدات اللي كاينين في المقرر وهذيك بحال هكا الامور اللي كاينه. نبدا ندير داك الكالكيل انا مباشره، مشيت معكم لي زيكزارسيس مباشره، هذا درس على شكل تمارين باش تعرفوا احد افضل طريقه واحسن طريقه وما فيهاش حتى شي اشكال. اذا هنا في الحقيقه دابا بغينا نمشيو للتمثيل كرام. دابا هنا غادي نمسحو هذا وندوزو للتمثيل كرام. اذا نمسحو هادشي دابا ندوزو من مرحلة ديال التمثيل ديال لويس ندوزو مرحلة ديال التمثيل ديال الكرام. شنو كنعنيو بالتمثيل ديال الكرام؟ هو في لاغياليتي نورمالمون لي موليكول ما كيكونوش ديما في ان سو بلان، هنا كيكون بارفوا تيكون عندنا لي موليكول كيكونو في ليسباس، يعني كيشغلو لي طروا ديمونسيون كيكونو اكس ايكغيك زد. اذا هنا في الحقيقة كيفاش كيكونو في ليسباس، هذا هو الهدف ديالنا ديال هاد التمثيل ديال الكرام، يعني لا موليكول كيفاش كتكون في ليسباس كتكون. اذا باش ناخذو هذا ناخذو ليكزومبل اللي درنا عليه، هو اللي درنا على سميتو سي اش كار. هذا هضرنا على سي اش كار اش قلنا، يلاه سالينا دابا هنا هضرنا عليها، درنا الكربون هنا هيدروجين 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 هادي اللي درنا عليها، هذا التمثيل ديال لويس اللي هضرنا عليه بحال هكاك. ولكن في لاغياليتي هنا لاحظوا هنا دي دوبلي، هذا هنا دوبلي هنايا ليون، هنا دوبلي ليون، هنا دوبلي ليون. هي في لاغياليتي هنا كاينين بروبليم ديال الالكترون نيجاتيفيتي، يعني هنايا كيكون تعرف ان ما كيكونوا هنا لي شارج نيجاتيف، هنا كيكونوا دو شارج نيجاتيف كتكون بيناتهم دي فورس بيان سيغ بحال هكا. بوزيتيف مع البوزيتيف راه كيكون تبادل حاجه طبيعيه. اذا هنا نيجاتيف مع نيجاتيف هنا هادي كيكون هاد لو شارج سي لوان اونتر سي بون. دونك هنا هنا اذا كاين قوه ديال التباعد ما كيبقي، والمرموق اللي كتقلب على الاستقرار ديالها بطبيعه الحال. اذا هنايا هذا هنا شارج نيجاتيف مورا تارك، هنا دي زيليكترون كاين هنا دوز الكترون هنا دوز الكترون هنا دوز الكترون، هنا كاين دي شارج، يعني هذا كيمشي كيحاول ما امكن يبعد هنا وهذا كيعاود يبعد هنا، هذا تا هو كيجي هنايا كيحاول ما امكن هذا يمشي وهذا كيحاول يمشي، يعني كاينين دي فورس بزاف ديال لي فورس بيناتهم بحال هكا. لاحظتي هنايا اذا هنا كيبقاو يتباعدوا بعضياتهم وكتبقى لا موليكيل بوحدها كتبقى تقلب تتلقى تلقى واحد واحد الكونفيغوراسيون في ليسباس، كتلقى واحد هي كتصوب واحد ليسباس. هاد الطريقه اللي كتصوبها هي كالتالي، هي كتصوبها اش كدير هنايا كيكون الكربون هنايا هادشي اللي كاين في لاغيال داشي كيكون هيدروجين هنا، الهيدروجين الاخر تيكون هنايا كيكون هنا واحد الهيدروجين هنايا الاخر اش كيكون كنديرو ليه هذا بحال هكا. هذا اش كنعنيو بها بحال هكا؟ كنعنيو انه دوفون لو بلان هنايا. اذا هنا السبوره لاحظ هذا هذا، يعني هادو كاينين في المستوى ديال السبوره هنا، هاد الهيدروجين هذا خارج علينا هنا، لاحظوا خارج علينا وكيبقى الهيدروجين الاخير غيكون من الهي غيكون هنايا لاحظتو هنايا. اذا هنا دابا لاحظوا هنايا هادو في لو بلان، هذا لكانو هذا في لو بلان هذا في لو بلان، هذا خارج هكا خارج على لو
لو بلون هذا هذا هو اللي كان العباد يدير الفورم يدير بحال تريونغل هذا وهذا اللي دار بحال كور يعني داخل من الهاء داخل من الهاء في درجه الاخرى هذا هو التمثيل ديال كرام بالنسبه لو كاب ديال سي اش كار بحال كور اذا هنا شرحتوا امور كيفاش كتكون هكا اذا هنا ندوزو لو كاب ديال ان اش 3 ونشوفوا كومون سا سباس ان اش 3 اشنو درنا ليه يلاه درنا عليه دابا بحال كور درنا ان ودرنا هنا اش ودرنا هنا اش ودرنا هنا اش ودرنا واحد دوبل كيبقى هنايا اذا هنا غادي نشوفوا اشنو كيوقع بالنسبه للرياليتي شنو كيوقع اذا الرياليتي شنو كيوقع هنا كيكون هنايا ان هنا لاحظوا هنايا كيكون هنا واحد هيدروجين هنا هنا كيكون وهذا هنا والاخر تيكون ده هنا هيدروجين هنا هيدروجين هنا كيبقى واحد دوبل هنا اذا هذا كيكون في لو بلان هذا كيخرج خارج عندي هنا وهذا كيكون داخل هنا دو تيستور هنا كتكون واحد 107 دوغري اذا نحاول نبين لكم هادشي هنايا لاحظوا هنايا كيفاش داير هنا اذا هنا الكربون هنايا بحال هكا هادو دايرين بحال هكا هكا دايرين هنايا هنا كاين 107 درجه هنا 107 هنا 107 درجه واحد اخر انت لاحظوا هنايا هذا داير هنا اذا هذا داخل وهذا خارج هنايا لاحظتوا هذا هو البلان تخيلوا مثلا هذا ناخذ هذا هو السبوره مثلا السبوره هذا هو البلان هنايا هذا هو البلان هنايا يعني هذا لاصق في البلان اذا هنا هذا هو البلان اذا هنا هذا غيكون دايرها وهذا غيكون دايرها بحال شكل شي بيراميد بحال هكا داير بحال هكا متفقين ولكن هنا غتحسبوا دي زونغل 107 دوغري حسبوا هنا 107 107 107 اذا هذه هي لا فورم ديال التمثيل ديال كرام بالنسبه هو كرام مشى بعيد يعني مشى بالنسبه للاسباس وبغى يدير تمثيل ديال الموليكول في الاسباس هذا المعنى اذا نخليكم هذه تقريبا حتى الفيديو الجاي بحال هكا ونكملوا في الدرس وعباش ندوز واحد لابارتي ديال التمارين وعذروني هاد الايام ما بقيتش كنلوح في الفيديوهات بزاف عندي شويه ديال شي اشغال يلا الله يوفق